نعم، يجب علينا مناصرة الرسول صلى الله عليه وسلم بمناصرة سنته واتباعه عليه الصلاة والسلام ومحبته وطاعته، ونرد على الذين يتطاولون على الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا إذا كانوا مسلمين ويتطاولون على الرسول ويستهزئون فالإسلام يطبق عليهم حد الردة، أما إن كانوا من الكفار فإننا نرد عليهم شبهاتهم ونرد عليهم مقالاتهم في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، ونبين منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، أثابكم الله.